الحلقة اللي فاتت من رقائق الإلكترونية اتكلمنا عن وضع تلك الصناعة في قلب الحرب الباردة بين أمريكا والصين وتعقيد سلاسل التوريد نتيجة التخصص الشديد واللي جعل من كل دولة متخصصة في جزء صغير جدا من الصناعة. وعرضنا كتاب من أهم الكتب اللي صدرت مؤخرا Chips War للكاتب الأمريكي كريس ميلر. النهاردة هنتكلم عن الدور الأوروبي واللي بيلعب دور مهم جدا وقد يكون خفي في بعض الأحيان، ومصر وصل لحد فين في المجال ده، وأهم التحديات اللي بتقابلها معايا أنا وسام الشنهاب في قصة البداية. حصة أوروبا في سوق الرقائق بتشكل 11%، لكنها بتلعب دور حيوي ويمكن مهيمن، وعندها شركات رائدة في إنتاج رقائق السيليكون فائق نقاء. ده غير انها بتهيمن على سوق البرامج المتخصصة اللازمة لتصميم الرقائق وادوات الالات. لكن افضل مثال على الدور الخفي لاوروبا في سلسلة توريد رقائق شركة ASML الهولندية، اللي بتحتكر الادوات الاكثر تعقيدا وقيمة لصنع رقائق متقدمة جدا، بيطلق عليها تكنولوجيا الEUV او ادوات الطباعة الحجرية بالاشعة فوق البنفسجية. الشركة دي فريدة من نوعها لدرجة انها بتتمتع بمكانة احتكارية، وعلشان نقدر نعرف ليه هي رائدة لازم نعرف انها خدت 3 عقود عشان تطرح ادوات الEUV في السوق، والواحد منها بيكلف 150,000 دولار، ولا يمكن لأي مصنع الرقائق المتقدمة في العالم انتاج الرقائق بدونها. لكن ASML بتعتمد على سلسلة توريد بتمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة، يعني حتى دورها الاحتكاري صعب إذا ما قررت دول التوريد إيقافه لأي سبب من الأسباب. الخلاصة إن عملية تصنيع الرقائق المتقدمة معقدة جدا، وكل الدول هتفضل محتاجة بعضها، لأنها حتى لو وطنت التخصصات المختلفة محتاجة مواد خام، يعني ممكن تكون جدا الرقائق طوق النجاة للعولمة. نيجي لمصر. مصر عندها مهندسين بيزداد عليهم الطلب مع زيادة الطلب على الرقائق، خاصة مع محاولات إنشاء العديد من الشركات الناشئة في المجال ده. ده غير إن الاستثمار في المجال ده مش بالملايين، ده بالمليارات، يعني عشان تنشئ شركة رقائق أنت محتاج على الأقل 8 مليار دولار. الطلب على المهندسين قد يكون ميزة وعيب، لأن طبعا معظم المهندسين ومع الإغراءات اللي بتقدم لهم في شركات خارجية واللي غالبا ما بتقدرش الشركات المحلية تنافسها بيفضلوا السفر، وبالتالي بتهرب منك كفاءات محتاج تدرب غيره، وده محتاج وقت ومجهود جامد جدا. لكن قد يكون ميزة لسبب بسيط قوي، إن الدول الصغيرة المحتكرة للصناعة دي في ظل المنافسة بين الصين وأمريكا بتحاول تحافظ على الملكية الفكرية، تخرجش براه. عشان كده انت لو عندك مهندسين قدروا يشتغلوا في المجال ده بره، فانت عندك خبرات ممكن تستخدمها في توطين الصناعة دي في المستقبل، لكن المستقبل البعيد. وده مش تشهيق، لان حتى امريكا عملاق التكنولوجيا نفسها محتاجة عقود مع كل اللي بتضخه من مليارات عشان تعيد توطين الصناعة، واللي عندها الملكية الفكرية جاهزة كمان. ده غير ان الازمة الاقتصادية العالمية ونتيجة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، واللي طبعا اثرت على اقتصادات كل الدول. لكن مصر عندها مواطن قوة، خاصة في المواد الخام المستخدمة في صناعة الرقائق، وعلى رأسها الرمال البيضاء اللي بتحتوي على مادة السيليكا. ده غير معادن كتير جدا موجودة في الصحراء الشرقية واللي موجودة في غرب البحر الاحمر. طب ايه الحل؟ الحل في التخصص. زي كل دول العالم اللي شغالة في المجال ده، كل دولة متخصصة في جزء صغير جدا من صناعة الرقائق، وكله بيروح لحد عندها، وبالتالي ممكن مصر تتخصص في احد اجزاء الصناعة واللي قد تكون مرتبطة بالمواد الخام المتوفرة عندها، واللي طبعا هيكون عنصر جذب للشركات الناشئة في المجال ده واللي بتيجي بمليارات الدولارات معاها.